السلام عليكم ورحمة الله، معكم نور الدين من قناة كرافتس بلادي. في هذا الفيديو إن شاء الله، وكما عودتكم دائما أنني أتقاسم معكم بعض عملي على السدة أو الميزانين من البداية إلى النهاية. ستجدون إن شاء الله في صندوق الوصف الفيديوهات التي عملتها والتي شرحت فيها طريقة وضع وتصميم سدة من البداية إلى النهاية بجميع تفاصيلها مع نصائح وإرشادات حول الموضوع. وكتذكير، فقناة كرافتس بلادي وضعتها لاستفساراتكم واقتراحاتكم وكذا مساعدتكم في كل ما يخص البناء، من أساسية البناء والإصلاحات الداخلية وآخر التحديثات والديكور التي تتعلق بالمشاريع. رغم الإكراهات التي نواجهها في مراحل العمل والتصوير، فإننا لا نتردد في مشاركتكم روتيننا المهني، فهذه دعوة للجميع أن لا تترددوا في التواصل معنا، وهذا شرف لنا ومرحبا بالجميع على قناتكم كرافتس بلادي. كما ندعوكم للاشتراك وتشجيعنا لنستمر في نشر الجديد ولتعم الفائدة بين الناس. Thank you.
Thank you.
وهذا هو الشكل النهائي لعمل السدة. أتمنى أن ينال إعجابكم. لا تبخلوا علينا بتشجيعاتكم بعمل اشتراك وكذا نشر المقطع بين الناس لتعم الفائدة. كان معكم نور الدين من قناة كرافتس بلادي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.